وقد اختلف العلماء هل خبر الآحاد تثبت به الأحكام أم لا تثبت، والصحيح أن خبر الآحاد تثبت به الأحكام، وكما أنها تثبت الأحكام بخبر الآحاد كذلك تثبت العقائد بخبر الآحاد، وذلك لأن المعطلة للأسماء والصفات يقولون إن أسماء الله جل وعلا وصفاته لا نثبتها، لما؟ قالوا لأن دليلها هو خبر الآحاد، وخبر الآحاد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، ولكن الصحيح أن خبر الآحاد كما تثبت به الأحكام الفرعية كذلك تثبت به الأحكام الأصولية من العقائد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وهو فرد واحد، وأول ما قال له قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا يتعلق بالعقائد. ومن الأدلة أيضا إرساله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيفهم منه أنه إذا جاءنا عدل أننا نأخذ برأيه ونأخذ بمنقوله. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين أن أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة آنذاك تجاه بيت المقدس، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فنسخ الحكم، فمر رضي الله عنه على أهل قباء وهم يصلون تجاه بيت المقدس فقال لهم لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، فحولوا وجوههم إلى الكعبة، فهم أخذوا بخبر واحد. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة العمل بخبر الآحاد هل يعمل به أم لا. الصحيح أنه يعمل به حتى في العقائد، وإلا لم تثبت لله عز وجل أسماء ولا صفات كثيرة، لأن معظم ذلك يأتي من طريق خبر الآحاد، ولأن الأخبار المتواترة قليلة جدا بالنسبة إلى أخبار الآحاد.